متتبعي قناة الفاس بريس، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج كازا سيتي. في السنوات الأخيرة مجموعة من المناطق المحيطة بمدينة الدار البيضاء تحولت الوظيفة ديالها من وظيفة فلاحية إلى من وظيفة صناعية. من بين هذه المناطق منطقة سيدي حجاج وضح الصار بجهة الدار البيضاء ستاس. هذه المنطقة هذه اللي كانت فلاحية إلى سنوات طويلة أصبحت الآن تعتبر منطقة صناعية. من أجل مناقشة هذه القضية دي وأسباب تاع التغيير ديال الوظيفة ديال منطقة سيدي حجاج وشنو الشيء اللي دارت الجماعة من اجل توفير خدمات في الناس اللي استقروا في هذه المنطقه دي، نستضيف في هذه الحلقه السي محمد مرزوق فاعل جمعوي بسيد حجاج واضح الصار بجهه الدار البيضاء. السي محمد مرحبا بك. اهلا وسهلا. الان المغاربه كلهم تقريبا وبينهم البيضاويين تيشكوا من مشكله تاع غلاء الاسعار، ويعني اللي خدنا منطقه سيدي حجاج كانت واحد الوقت تعتبر سله تاع الدار البيضاء، كانوا فيها مجموعه من الخضر تيتفلحوا في هذه الدوله تيتزرعوا في هذه المنطقه. الان الصوره ما بقاتش كما هي، واش تتفق مع هذا الراي ولا لا؟ البعض يقول انا على الامر عنده علاقه بالزحف العمراني اللي عرفته هذه المنطقه. كانت انا كنعرف بكري كانت ولاد زيان وسيدي حجاج كلها كانت اراضي زراعيه، وهي المورد تاع الفلاحي تاع الدار البيضاء. ديال الدار البيضاء كامله كنت كتبغي في مثلا الخضر بطاطا خيزو لفت شفرجل سيفرون كل شيء تم. كان وين دابا بالنسبه للدار البيضاء ما كاينش حتى في التوسيع ديالها، جا تما سيدي حجاج ولات اكبر منطقه صناعيه هي ديال سيدي حجاج. يعني الوظيفه تاع سيدي حجاج تبدلات. امتى بدات التغيير؟ اش من سنه تقريبا باش بدا التغيير؟ واحد 11 عام 12 عام باش بدا التغيير. ومتنفذ ديال الدار البيضاء كله هو سيدي حجاج. قلت لي تحولت من دابا تحولت من منطقه فلاحيه الى منطقه صناعيه. منطقه صناعيه. اكبر منطقه صناعيه هي سيدي حجاج. راك المنطقه اللي ساكن فيها انا 900 قطار كلها منطقه صناعيه. واش دارت ولا يلاه غدار؟ خدامه اونكور خدامين. الارض اللي ساكن فيها انا صناعيه. الارض اللي فلاحيه دابا تحول صناعيه. دابا ولات صناعيه منطقه صناعيه ودابا حتى بالنسبه للجامعه خدمات من ناحيه طرقان ولات كانوا عندنا لي بيست وكانت عندنا مشاكل. غادي نجيو للدور تاع الجامعه نبقاو غير في تغيير الوظيفه تاع سيدي حجاج من منطقه فلاحيه الى منطقه صناعيه. واش كان شي تاثير على مستوى السكان تما كاين؟ واش تفاعل انت من سكان المنطقه هذه؟ كيفاش جاكم التغيير هذا؟ واش كيفاش تفاعلتوا معاه؟ بالنسبه لنا حنا التغيير دابا كاين الناس اللي عندهم امكانيات مشاو للجامعه داروا بلان داروا رخصه ديالهم داروا ماكس كيكريهم كيتنفع منهم. وقضيه اخرى هذه الجامعه ديال سيدي حجاج راه مكلاسيه وقال هي الرابعه والثالثه اللي كتعطي الرخص كتساعد الناس على البني باش يكون عندك الارض ديالك تيدير مسائل قانونيه تاخذ الرخصه ديالك في اقرب وقت تبني. دابا اللي عنده امكانيات والناس اللي بقاو تما كيدير الفلاحه كيفاش يتفاعلوا كيفاش يعني نسجوا مع التغيير هذا واش يقاوموا كيفاش الناس حيت باقي الاراضي الفلاحيه تما. دابا الناس اللي كاينين تماك اللي عنده ارض ديالو كيبيعها وكيمشي يزيد لقدام جهه المذاكره ويشري ويشري عاوتاني يشري تماك. الاغلبيه كلهم كاع اللي حدايا تماك عندهم فلوس ولا اللي عنده الفلوس كيبني يدير مكزو ويكريم راسو، اللي ما عندوش الفلوس كيبيع وياخذ الفلوس وكيزيد لقدام. البعض تيقول حتى الا كانت منطقه فلاحيه قريبه من المنطقه الصناعيه المنتوج الفلاحي تاع ديك المنطقه الفلاحيه تيتاثر، واش بصح ولا ماشي بصح؟ لا على المستوى المردوديه تاع المنتوج وهذا تيكون ما بقاش فلاحه كلها هذيك لا زون صناعه والمجاطيه ولا الطالب كلها حتى هي ولات سكن كلها تماك. دابا هاد لازون كلها ديال سيدي حجاج والجماعه ديال سيدي حجاج وديال الهراويين راك كاري سونترا كله تحول تما درب غلف تحول سيدي حجاج استقبلت هذا النوع من السكن. وني كلها عام اقليم مديونه كلشي تابع اقليم مديونه كلهم هذاك الشيء السكن والحي الصناعي هادشي اللي كاين. وفي سيدي حجاج ايضا في الغدار المقبره تاع الدار البيضاء. قريبا تماك راه كاين 118 قطار غيدار تماك هي المتنفس ديال الرحمه وديال الغفران. فاش غتسد الرحمه غتتحل. ما بقى والو دابا شكون اللي هذا المحسن اللي عطى هذه الارض راه خدامين فيها دابا قول منا لواحد 9 شهور ولا عام تكون كامله.
واخا الوظيفه تاع سيدي حجاج يعني كما قلتي تغيرت من وظيفه فلاحيه الى وظيفه صناعيه ولات في السكن والجامعه وكيفاش واش موفره البنيه التحتيه موفره المرافق لهاد الناس ولا موفره موفره الجامعه عطات اش يقول لي وفرت الطاقه موفره ما كاين فين هما المشاريع المرافق دابا كانت عندنا حنا لي بيست وما كانش الماء ما كانش الضوء دابا الدور عندنا كلهم كاين الضوء كاين الماء كاين الطرقان لي بيست ما بقاوش داروا مرافق رياضيه داروا مسابح ولاو تماك مسابح مطاعم ريستورات ستاسيونات في سيدي حجاج تماك ستاسيون حدا ستاسيون زعما كاين يعني بالنسبه لك انت راضي على العمل تاع الجماعه تما لا ولكن البعض يقول لك لا ما كاينش الخدمه اللي مزيانه دابا حنا الجماعه الدراري ولادنا كلشي ولا خدام حيت المنطقه الصناعيه تماك كنا كنخموا الدراري ولادنا ما عندهم فين يمشي دابا كلهم تعلموا صنعه كاين ولاد عمي نيت راه كاين اللي ولا شاف تقريبا فابريكاسيون تعلم تماك الصنعه في واحد الشركه ولا شاف قبل كانوا تيديروا الفلاحه الدراري كانوا الفلاحه دابا ولاو غاليين على الفلاحه ولاو خدامين منطقه صناعيه الدراري ولاد ولادهم ولاو خدامين اذا حنا دابا ما بقاش شنو النوع تاع المشاريع اللي تدار دابا في سيدي حجاج بزاف المشاريع مثلا كاين شركه ديال بلاستيك كاين شركه ديال سيتيرنات شركه ديال لاشاربونت شركه ديال المطاحين ديال شو يقولوا ديال الماكله ديال البهايم وسميتو كاين حدا عند في المغرب كاين بزاف شركات ديال والمشاريع تدير الجماعه شنو هما المشاريع ديال الجماعه عندها كتسهل المأمورية بغيتي تستثمر عندك الارض كتمشي تدفع البلانات ديالك الجامعه كتوفر لا المشاريع اللي تدير هي المشاريع اللي عندها علاقه بسياسه القرب عند المرافق دارت مرافق رياضيه دارت بحال سميتو الطرقان سرحتهم للناس باش اللي بغى يدير شي مشروع ديالو كيديرو والجامعه خدامه فمن ناحيه بغيتي الماء بغيتي الضوء بغيتي شي حاجه ديرها كتسهل يعني كاين تسهيل المساطر تما تسهيل المساطر هادشي اللي كاين واحد المشكل كاين مطروح في سيدي حجاج كنا كانت انفاس بريس يعني طرقات ليه هو المشكل تاع النقل المدرسي بالنسبه لهاد الابناء تاع الاطفال تاع سيدي حجاج واش هاد المشكل باقي قائم واش شحال شنو الجديد دابا هذاك على حساب المجلس الاقليمي المجلس الاقليمي هو اللي خصو يعطي الترونسبور حنا عطيناك الترونسبور فيه اكتداد بزاف ديال الدراري كاين 70 بلاصه هذاك هو المشكل اللي باقي وراك وقضيه الدراري مساكن كيمشيو مزيرين هذا هو هذا مشكل لا كانت بغات تبرع الجماعه تعطي شي انتم بلا جمعيه تما واش دقيتوا البيبان دقيتوا احتجيتوا على هذا الامر هذا احتجينا واني الله غالب باقي ما كاينش ودن اذان صاغيه اللي غتلبي الرغبه ديالك حنا باقي كنتسناو سي مرزوق شكرا جزيلا على قبول الدعوه متتبعي قناه الفاسبريس الى اللقاء فرصه قادمه وحلقه جديده من برنامج كازا سيتي.